أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم، وأتمنى لكم الموفقية بحياتكم. صار فترة طويلة ما منزل أي فيلم، وأعتذر عن ذلك، وأشكركم على كل الشيء اللي قدمتوا لي من تمنيات بالشفاء للوالدة، وإن شاء الله بدها تتحسن شوية شوية، وبعدني مستمر وياها بالمستشفى. بس اليوم رجعت للبيت إجازة، حبيت أسوي لكم فيلم تكملة الفيلم السابق قبل 3 أسابيع تقريبا، عن تزاوج البلابل إذا كان وحشي أو أليف، وبالعكس نثي أو فحل. فاليوم رجعت خليت الفحل الأليف ويا النثية الوحشية، خليت لهم قفص وسطاني مو كبير كلش، لأنه قلت أخليهم أشوفهم إلى باكر قبل ما أطلع. فالبلابل ماكو عركة بيناتهم لحد الآن، القفص واسع يعني حتى أنا هذا القفص ممكن يتكاثرون بيه. راح أظل أراقبهم وأراقب تصرفاتهم. هاي العلي يسرى هو الفحل، والعليمنة هي النثية. أكو تودد بيناتهم تشوفون، دا يتحارش الفحل بيها. أتمنى أن يتم التوافق بينهم، إن شاء الله على الموسم القادم أحصل فراخ منهم. ومثل ما ذكرت بفيلمي السابق بأنه يمكن تزاوج البلابل إذا كان أليف ويا وحشية، أو وحشي ويا أليفة. فهاي التجربة اللي سويتها هي اللي تبين لكم بأنه نعم ممكن تزاوج البلابل. وأتمنى لكم الموفقية على هذا المقطع، وأعتذر أيضا عن عدم متابعة القناة، وإن شاء الله قريبا إلى أن يتم شفاء الوالدة أرجع على نشاطي، لأنه بدي أقضي أكثر أيامي وياها بالمستشفى. فأتمنى لكم الشفاء لكل المرضى، والصحة والسلامة للجميع، وأقول لكم دمتم في رعاية الله.